السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة جميلة جدا مع الشاي، كلنا بنحبها وبنشتريها من بره. هنعمل النهاردة كوكيز الشوكولاتة، كوكيز بالشوكولاتة. ايه المقادير بتاعته؟ المقادير بتاعته سهلة وجميلة جدا. انا حطيت هنا 4 كوبايات دقيق، 2 كوباية زبدة، 2 كوباية سكر بودرة، 4 بيضات، بيكنج باودر، معلقه بيكنج باودر، فانيليا، حاجه بسيطه جدا هناخدها منهم اللي هو البيكربونات الصوديوم اللي هو الكربوناتو، وعندي هنا 2 معلقة من الكاكاو. ودي كل المقادير بتاعتنا. اقولها تاني: 4 كوبايات دقيق، 2 كوباية زبدة، 2 كوباية زبدة، 2 كوباية سكر، 4 بيضات، يعني كل 2 دقيق عليهم بيضتين، دول 4. وعندي هنا هو بتاع بيكنج باودر وفانيليا وكربونات الصوديوم، وعندي الكاكاو، وعندي الشوكولاته اللي هي الشيبس اللي هي اللي احنا بنجيبها نحطها عليه. هنروح حالا دلوقتي بقى ونشوف احنا هنعمل ايه مع بعض. اول حاجه هعملها ان انا هحط الزبده بتاعتي الاول خالص، هي زي ما احنا شايفين كده اهي، ادي الزبده بتاعتنا، وهننزلها تضرب شويه الاول. هنضرب الزبده الاول زي ما احنا شايفين كده، هضربها بس عشان الصوت. هضرب الزبده كويس قوي واوريها لكم. هحط السكر البودره مع الزبده ونضربهم برده سوا. هنبتدي واحده واحده كده. هنضرب كده مع بعض بشويش برضه عشان خاطر الصوت، هضربها وبعدين اوريها لكم. شايفين كده السمنه الزبده مع السكر بقت زي الكريمه بالظبط. هبتدي انزل البيض واحده واحده كده اهو. كده هنحط البيض وهنبتدي برضو نضرب اهو البيض كله مع بعضه، ال4 بيضات. بس لازم تكون الزبده والبيض يكونوا بدرجه حراره المطبخ، ما يكونوش ساقعين. تمام، انا برضو هضربهم وارجع لكم لان الصوت فعلا بيبقى عالي جدا. هنبتدي نحط مع البيض، طالما في بيض يبقى في فانيليا اهي، وهشغل برضو وهوريه لكم. انا هنا حطيت البيكنج باودر والصودا اللي هي الكربوناتو مع الكاكاو، وقلبت كله مع الدقيق اهو مع رشة الملح مع كله، وهبتدي اضيف شوية شوية مع الخليط. انا طبعا هنا زي ما انتم شايفين كده هوريكم برضو، انا هنا غيرت السكينة اهي بتاعت الخلاط عشان هنحط الدقيق طبعا هنعجن. هبتدي نزلها وهبتدي احط الدقيق شوية شوية وهو شغال. انتوا شايفين الصوت عالي جدا، انا هعملها وبعدين ارجع لكم. وبكده خلاص احنا كده ضربناه اهو. بصوا شكله جميل جدا، وطبعا انا هفضيه في حاجه وهنشوفه.
هو لازم يكون كده. لو انت معرفتيش تعمليه وهو كده، ممكن تحطيه في التلاجة ربع ساعة او تلت ساعة، هتبصي تلاقي تقدري ان انت تتحكمي فيه لو انت عايزة تعمليه بايديكي، يعني عايزة تعمليه الدوريات بايديك وتطلعيه حجم صغنن وحلو، تحطيه في التلاجة شوية. لكن كده لو هو سايح كده طبعا بتحطيه على الصاج بالمعلقة يعني، بس بيطلع بقى ايه، مكرمش شوية، معوجة، حاجات كده يعني. فاحنا هنفضيه ونشوف احنا هنعمل ايه معاه. كده انا خرجت اهوت من الخلاط بتاعي، انا هبتدي احط شويه من اللي هي شوكولاته الشيبس اهي، حبه عشان اعجنهم فيها كده اهوت زي ما احنا شايفين كده، وهبتدي اعجنهم في قلبها كده عشان يبقى كله فيه اهوت. وبرده هرجع لكم اوريه لكم تاني. بصوا انا جبت هنا صاج، حطيت عليه ورق زبدة وهبتدي اعمل. بص هي سايحة خالص خالص زي ما احنا شايفين كده اهي، اهي زي ما احنا شايفينها كده سايحة، بس انا بقدر اتحكم فيها. برضو ممكن تعمليها بتاعت الايس كريم، تاخدي بيها وتروحي حاطه، تاخدي بيها كده وتروحي حاطه، بس لا انا بحبها ان انا اعملها بايدي يكون احسن. هاخد كده اهي، اعمل حاجات صغننه جدا عشان يطلع وشها حلو مش مشقق اهي. انا بحبها كده جدا. في الاخر نبقى ايه، نحط عليها اللي هي الشوكولاته الشيبس، مش هيلزق في ايدك ولا حاجه والله، هو جميل خالص اهو اهو. انا هكمل الايه الصاج واوريكم هنحط الشوكولاته الشيبس عليها ازاي. وده الشكل بتاعه اهو بعد ما رصيناه في الصاج اهو، زي ما انتم شايفينه جميل خالص اهو. وان شاء الله بعد ما يستوي باذن الله هطلعه من الفرن واوريه لكم ونشوف شكله هيبقى عامل ازاي. شايفين وده شكله بعد ما طلع من الفرن، وانا لسه كمان في الفرن عندي اهو، بصوا فوق اهو لسه الفرن شغال زي ما انتم شايفين. وده الكوكيز بتاعنا بعد ما طلع من الفرن اهو، بس انا سايباه عشان خاطر يبرد، والله في منتهى الجمال. بصوا بس السخن لسه سخن خالص اهو، اول ما يبرد طبعا هيبقى حلو. هشوف انا الاخرانيه دي خالص، متهيالي دي بردت. بصوا الشكل جميل جميل، بصوا رقيق ازاي وتحفه تحفه تحفه. بصوا السوا بتاعه كمان جميل قوي، تحفه تحفه. بصوا ناعم خالص، بصوا مفيش خالص اهو، شايفين ناعم 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 يعني، صدقوني جميل جدا وطعمه حلو. بصوا هو انا وريته لكم وهو طالع من الفرن، هيبرد وهحطه بقى في طبق التقديم، لازم اوريه لكم وشوفوا شكله فعلا تحفه تحفه تحفه. هخلص سوا وهرجع لكم. كده بعد ما انا حطيته في طبق التقديم، ده الكوكيز بتاعي، يا رب يكون عجبكم وتكون الطريقه سهله عليكم. والله والله في منتهى الجمال، ريحته جميله، طعمه تحفه، احلى واجمل من بتاع بره بكتير. والمقادير خلي بالكم منها اللي انا حطيتها، لان المقادير دي جميله جدا ومظبوطه جدا، اوعوا تلخبطوا فيها. المعيار اللي انت بتقيسي بيه هو المقدار اللي انت بتقيسي بيه كل المقادير، كل المقادير هي بمعيار واحد، ان كان كوبايه او كان اي حاجه، بس تعايري مظبوط. والله والله جميل جميل جميل، تحفه. بصوا انا هقربها لكم، شايفين ناعمه خالص خالص، ناعمه ناعمه بشكل مش قادره اقول لكم، جميله جدا، طعمها حلو قوي قوي قوي، تحفه تحفه تحفه. يا رب يكون عجبكم ويكون المقادير سهله ويكون الفيديو بسيط وسهل عليكم، واتمنى ان انتوا تجربوه وتعملوا زيه. والله طعم طعم، انا باكل منه اهو، جميل جدا والله، تحفه تحفه. واتمنى ان يعجبكم ويكون الطريقه سهله ويكون الفيديو خفيف عليكم. ما تنسونيش في اللايك والتعليق والاعجاب، واتمنى اسمع منكم حاجات حلوه وانكم تجربوه تقولوا لي في التعليقات ايه رايكم. واشوفكم على خير ان شاء الله في اكله جديده بطريقه جديده، واقول لكم ايه، باي باي، سلام عليكم.